السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل لاولادنا قيمة غذائية عالية جدا جدا. البلح حبايبي الاسمر ان شاء الله هنجيبه ونفصصه، وهنشوف الفيديو كله ان شاء الله باذن الله واحدة واحدة مع بعض. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. حاجة جميلة جدا حبايبي، من الحاجات المفيدة فعلا للاولاد ولينا احنا ككبار. جميل جدا جدا عشان الانيميا حبايبي، ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين ان شاء الله. يلا بينا على المطبخ يا حبايبي نشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صل على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده ان شاء الله حبايبي هنعمل حاجه جميله جدا وحاجه مغذيه للاولاد، وحاجه من الحاجات اللي بتدفي في الشتاء حبايبي. وطبعا احنا كلنا عارفين ان البلح الاسمر موجود في السوق ودلوقتي جميل جدا جدا، فانا جبت حبايبي دول بتاع 10 حبايات بلح ماشي. عايزه ازودي الكميه دي، حريه شخصيه حبايبي. قشرتهم وصلتهم وقشرتهم وشلت النوى منهم، وجبت هنا معلقه سمنه ماشي حبايبي، سمنه بلدي، وان شاء الله هنهرسهم فيها. وبتبقى جميله جدا لما بتعمل سندوتشات للولاده حبايبي، ومن الحاجات اللي بتدي طاقه وفي نفس الوقت من الحاجات المغذيه. البلح الاسود طبعا كلنا عارفين ان هو من الحاجات الحديد، فطبعا بيرفع نسبه الحديد، فحاجه جميله جدا ومفيده لنا ولولادنا. فان شاء الله باذن الله نستغل الموسم بتاعه حبايبي في ان احنا نعمله في كذا صنف ان شاء الله باذن الله مع بعضنا باذن الله. ربنا ييسر الامر ويسهل الحال. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، تعملوا مشاركه للفيديو لو القناه عجبتكم والفيديو عجبكم ان شاء الله. يا رب اكون عند حسن ظنكم ويكون المحتوى بتاعي عجبكم واكون قادره اوصل معلومه مفيده. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين ان شاء الله حبايبي، عشان ما اطولش عليكم ان شاء الله باذن الله. هرفع السمنه على النار، واول ما تسيح ان شاء الله هنرمي فيها البلح وهتبقى معايا واحده واحده. خليكم معايا. بصوا حبايبي كده انا حطيت السمنه على النار، مجرد ان هي تسيح بس كده حبايبي. وهنسمي الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا مهديه النار يا حبايب قلبي كده، وهنبدا ايه نسيبه بس اول ما تسخن ان شاء الله السمنه، واحس ان هو دخل في السوى هنهرسه في حته السمنه حبايبي. وعايزه تدوي احلى واطعم واجمل بلح حقيقي حبايبي بحته سمنه بلدي كده. انسي بقى اي طعم تاني حبايبي. وبعد كده ممكن عايزه تضيفي له قيمه غذائيه، ممكن تحطي لو عندك مكسرات ماشي، عندك سوداني ماشي، عندك جوز الهند وزبيب ماشي، الحاجه اللي تعجبكم حبايبي وعارفه ان الاولاد هتجري عليها اعمليها، عشان ان شاء الله باذن الله ربنا يصلح حالي وحالكم نفيد ولادنا حبايبي ماشي. خليكم معايا ان شاء الله، خليكم معايا. بس حبايبي وكده اتهرست البلحيه مع السمنه زي ما انتم شايفين كده، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي حبايبي، ريحتها جميله جدا جدا. ان شاء الله باذن الله هفضيها في البوله بس حبايبي، ونرجع مع بعض تاني. ما تنسوش تذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، وتصلوا على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. حطوا لي لايك حبايبي، حطوا لايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين، يدي كل منا ما يتمنى. خليكم معايا. بص حبايبي بقى، وروح جايبين حبة جوز الهند كده، وروح عاملين لهم كده اهو زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي. مش كتير يعني، مجرد انها حبة بس كده ماشي. اللي موجود عندك، عندك جوز الهند ماشي، ما عندكيش اللي موجود عندك حبة سوداني ماشي، انا ما عنديش غير حبة جوز الهند وزبيب كده زي ما انتم شايفين. تاكلي احلى طبق بقى بلح بالمكسرات حبايبي، مش قادر اقول لكم. وقيمة غذائية عالية جدا جدا ومفيد جدا جدا حبايبي للحديد، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي الله اكبر. حاجة جميلة جدا، يا رب يعجبكم الفيديو ان شاء الله وينول اعجابكم، واكون عند حسن ظنكم. ربنا يصلح ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش حبايبي تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير وحطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. اقابلكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.